هل احتاج الى لغه انجليزيه زي الاجانب كده والخواجات علشان اشتغل في البنوك والشركات الكبيره؟ تفتكر الاجابه ايه؟ الاجابه لا. الحقيقه ان في شباب كتيره معتقده وتعتقد ان العمل في الشركات والبنوك لازم اوصل لمستوى الفلوينت، لازم اوصل لمستوى الاجاده المطلقه باللغه الانجليزيه زي الاجانب علشان اشتغل في الشركات والمؤسسات الكبيره واخد فلوس وافرح اهلي بيا. الاجابه قطعا لا. الحقيقة ان يكتفي بهذا الموضوع انك توصل الى المستوى المتوسط. تخيل ليه بقى؟ لان المستوى العالي ده اللي بيبقى مطلوب فين؟ في واحد شغال مترجم، واحد شغال مدرس انجليزي، واحد شغال حاجة مرتبطة باللغة الانجليزية بشكل دقيق جدا، حاجة مثلا واحد شغال في سفارة اجنبية بيتعامل مع الجمهور الاجنبي. لكن اغلبية الاشخاص بيشتغلوا في الشركات هم بيردوا بالميلاد باللغة الانجليزية، هم بيستخدموا سيستم او ميلاد كل الحاجات فيه بتكون باللغة الانجليزية، فمش بيبقى محتاج منك لغة انجليزية جبارة، فقط انك تفهم الميل، انك تعرف ترد على الميل باللغة الانجليزية، انك يكون عندك القدرة على انك تستعمل اللغة الانجليزية اللي اسمه بيزنس انجلش، انك تستخدمه في العالم من البيزنس، تعرف ترد الجرامر البسيط، كل الحاجات دي ممكن انك تعملها. ولما ان شاء الله تشتغل في احدى المؤسسات هتعرف تساعد نفسك بنفسك، وفي الغالب بيكون تمبلت كايندلي فايند ذا اتاتشد فايل، خلاص يبقى انت هنا رديت عليه برجاء الاطلاع على المرفق. تمبلتس وحاجات بتكتبها ومع الوقت هتلاقي نفسك بتكتبها، اذا لا تحتاج الى لغه انجليزيه طلقه. هتلاقي نفسك تقول لي طب الحمد لله، الله يطمنك يا اخويا، الله يطمني وكل حاجة، بس خلي بالك وانت داخل في الانترفيو بيبقى بيبص على اللغة الانجليزية بتاعتك، فخلي بالك انك تحضر اسئلة الانترفيو الاكثر شيوعا باللغة الانجليزية جيدة جدا، وتحاول انك تتمرن عليها. ثانيا ان في كتير جدا من البنوك بتعمل تيست لغة انجليزية، فالتيست اللغة الانجليزية تلاقيه ان هو بيجيب لك جرامر وبيجيب لك حاجات، فخلي بالك انك تحاول انك تجيب اكثر جرامر موجود والحاجات الشائعة في الجرامر وكذلك القراءة وخلافه الاستماع علشان تعرف ان انت تجيب الدرجة المقبولة. لكن عاوز اقول لك في الشغل اغلبية الشغل مش بتطلب لغة انجليزية عالية جدا، ولكن بتطلب منك على الاقل المستوى المتوسط وقدرة على انك تكتب ميلاد باللغة الانجليزية الجيدة، وكمان تعرف انك تتعامل مع الناس لو هم هيرد عليك باللغة الانجليزية، وكذلك تستعمل المواقع المختلفة باللغة الانجليزية. فكل الحاجات دي هتقدر انك تساعدك في نفسك فيها. فارجوك لا داعي للاحباط، مش لسه هوصل مستوى الاحترافي ده انا مدارس حكوميه، لا على الاقل بس مستوى متوسط ما بين متوسط وعالي. هتجد هنا انك ان شاء الله هتجد فرص عمل، وكتير جدا شفت ناس لغتهم الانجليزيه مش حلوه خالص واشتغلوا، ولكن بيعرفوا يكتبوا ميلاد باللغه الانجليزيه كويس، بيعرفوا يطلعوا على المصادر باللغه الانجليزيه، وبيعرفوا يعملوا سيرش باللغه الانجليزيه، وهو ده المطلوب. ركز عليه، وركز على انك تحل جرامر باللغه الانجليزيه كويس قوي، وتستمع وتحل امتحانات انجليزي كتير قوي 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 قوي، ان شاء الله هتعدي وهتجيب نتائج كويسه باذن الله، وتشتغل وربنا يبارك لكم باذن الله تعالى.